يلا شباب، واحد زائد واحد قديش يساوي؟ ثلاثة. صح، برافو عليك استاذ. كيف واحد زائد واحد يساوي ثلاثة؟ لا اثنين. لا حبيبي، واحد زائد واحد مثل ما قال محمود يساوي ثلاثة، هي من زمان كانت يساوي اثنين. كلنا بنعرف واحد زائد واحد اثنين. يساوي ثلاثة يعني يساوي ثلاثة وخلاص، انتهى الموضوع. المهم شباب، عطوني اسم حيوان بيبدأ بحرف الألف. فيل. لك برافو عليك، الفيل. صفقوله شباب. استاذ شو صفقوله ما صفقوله؟ حرف الألف أرنب أسد، مو فيل. استاذ شو هي صفقوله؟ صح يعني ليش ما مزبوط ليش بيعمل أسد؟ فيل يعني فيل مثل ما قلكن محمود. مهم شباب، السؤال اللي بعده. هلا ننتقل شوي على الجغرافيا. ما هي عاصمة سوريا؟ العراق. لا ما شاء الله يا محمود. لك يا شباب والله العظيم ما تقولوا عطيه الأسئلة، مالي عطيه ولا سؤال. لحاله عم يعرف. اللهم صل على النبي. استاذ عاصمة سوريا دمشق، يعني شو عراق مع عراق؟ لو قايل الحلب والله الواحد ما بزعل. العراق يعني العراق، فهمان ولا الملك فهمان؟ عشان ما اتصرف معك هلا افصلك من المعهد كله. ليقوم في اعتراض استاذ؟ لا حبيبي، اعتراض ايش؟ بس الشباب غيرانين منك، عم تعرف الاجوبة هنن. لا ايه بابا، اجوا المرافقة؟ يلا يلا جاي. عرفتوا ليش بقى واحد زائد واحد يساوي ثلاثة؟ عرفت يا كر انه حرف الحيوان اللي بالالف هو فيل؟ وعرفتوا ليش عاصمة سوريا هي العراق؟ هدول اولاد مسؤولين بيطيرونا كلياتنا وبيطيروا المعهد كله، فباكين عم تقولوا لي لا وعم تعترضوا. يا سيدي ايه، حيوان بحرف الالف فيل، واحد زائد واحد يساوي 700 اذا بده. وهون لازم تتعلموا يا اولادي انه بهالبلد هيك رح نمشي كلياتنا. ايش بقول لك بتقول له صح، فضبوا لي غراضكم وعلى البيت الله يخليكم. واذا بيحكي معكم شيء على الطريق او على الواتس كل شيء صح.